يسعد مساك سيد علي. اهلا وسهلا، حياك الله. بمعرض انفو كونكت نحن حابين نعمل معك مقابله صغيره، نشوف شو الرساله اللي حابب اليوم تعرضها للشعب الكويتي بمناسبه وجودك باسبوع انفو كونكت 2013، وشو في عندك شيء مميز حابب تفرجينا اياه اليوم. الحقيقه معرض الانفو كونكت دائما نحاول ان نقدم ابرز تكنولوجيا المعلومات من منتجات وغيرها، اللي اصبح الحين كل بيت وكل شخص كبير وصغير لازم يمتلكها لتسهيل الامور كثيره. من خلالها الواحد على قولتهم تبسط حياته العمليه واليوميه. السنه هذه عندنا منتج اسمه الايكير، مثل اسمه ايكير، انا اهتم في ان اتابع الامور اللي تحصل مثلا في مكتبي او في بيتي عن طريق الايفون. عن طريق ايفوني الان انا اقدر اشوف عيالي في البيت من خلال من خلال قطعه الكترونيه احطها انا في البيت، يسمونها الكاميرا المراقبه بشكل عام، بس احنا نسميها لا، انه انت قاعد بمكان تراقب اماكنك الاخرى، عيالك، موظفينك، ايا كان. القطعه هذه اذا انتم مثل ما قاعد تشوفونها اسمها الاوكير، كاميرا تشبكها عن طريق الوايرلس، ما في وايرات الحين. احنا اول كنا نقول على سبيل المثال حكومة الكترونية بلا ورق مثلا، او حياة بلا ورق، احنا الحين نقول حياة الكترونية بدون وايرات. زين، فالواير الحين نحاول نوخره اساس نوصل القطع الالكترونية بشكل مميز. الكاميرا هذه نحطها في البيت من خلال الايفون، اي مكان، انا في الدوام، انا في برا خارج البلاد، ممكن اطلع على ما الكاميرا يعني تكون على ما تبثه مثل ما يقولون، واقدر ايضا اتحكم في الزوايا اللي هي تصورها من خلال التليفون. فاتوقع يعني هذه احد النماذج الالكترونيه الحديثه اللي الشخص يحتاج انها تكون موجوده عنده في البيت او بالشركه او اي مكان كان. هل بامكان اي شخص انه يشتريها ياخذها من على الرف ويركبها عنده بالبيت، ما بده شخص دكتور يعلمه عليها؟ صح، الكاميرات المراقبة الحالية المتعارفة تقريبا 20 قطعة إلكترونية، 50 واير، جهاز، وأسعار كبيرة. لا، احنا نقول القطعة هذه انت تركبها في 3 خطوات فقط، تحطها على الكهرباء، تنزل البرنامج، تكبس موافق، تحط رقم السري اللي موجود داخل القطعة هذه. اي شخص ولو انه عنده خبرة بسيطة في مجال الالكترون، عفوا، تكنولوجيا المعلومات، ممكن انه يركب الكاميرا هذه، ما فيها اي شيء فني، ركب الكهرباء وتحط الباسورد وعلى قولتهم تشتغل. يعني ممكن نشوف واحده مفتوحه اذا ما عندك ولا صعب شويه؟ في، ممكن نفتحها لكم ونوريها لكم. يا ريت نجهزها والله. يا ريت. بس عاد حاليا الاهتمامات صارت يعني بالاطفال والبيت، بغياب صاحب البيت من الاهميات، من الاساسيات بعتقد. صح، اكيد. الحين الاسره، الاب يشتغل والأم تشتغل، الأبناء مثلا يرجعون المنزل من المدرسة في وقت مبكر، فأنت مرات تحتاج تطمن على عيالك أساس. صح، على قولتهم. صح. مع التكنولوجيا هذه خلاص أصبحت كل شيء يعني تحت عيونك مثل ما يقولون. فإذن هذه العلبة very secure، هذا الكتالوج حق الأشخاص اللي ما عندهم خبرة إلكترونية، فقط يعني يتبعون الخطوات لي تشغيل الكاميرا. الرقم السري موجود هنا. زين، هذا شكل الكاميرا. طبعا من خلال الكاميرا انت مو بس تراقب بعيونك، لا ايضا تسمع، لان فيها سماعه صوت وصوره. نعم، صوت وصوره، بالاضافه الى فيها هنا تقدر تحط اس دي كارد، من خلال الاس دي كارد انت تقدر تسجل شنو ما قاعد تصوره الكاميرا على مدار الساعه. اس دي كارد لغايه قديش الكاباسيتي تبعها؟ اذا حطيت الاس دي كارد 64 جيجا راح يتحمل 64، حطيت 4 جيجا راح يتحمل 4. حلو حلو. وكثر ما انت زدت نقاوه الكاميرا كثر ما عدد ساعات التسجيل قلت. طيب، في ايضا فيها مميزات اخرى، مثلا انت تبي تحطها في مكان بس ما تبي تراقب على مدار الساعه، كل شوي مبطل التليفون وطالع، لا، فيها فكره على قولتهم الموشن ديتكشن. في حال صار في حركه في المكان اللي هي قاعد تصور، شو اللي راح يصير؟ راح تلتقط لقطه الفيديو وترسل لك اياها ايميل مع الفيديو والسناب شوت اللي حصلت في هذا الوقت. ايضا ضمن المميزات
ممكن ان انت تقول حق الكاميرا بالبرمجة البسيطة تسجل لك من الساعة مثلا 10 الصبح الى 1 الظهر، وتسجيل اخر من الساعة 8 بالليل الى 12 بالليل حسب عدم تواجدك بالبيت. نعم، عن طريق البرنامج اللي تنزله بالايفون ممكن انت تراقب الكاميرا هذه. على سبيل المثال احنا منزلين البرنامج هذا هني على اساس نراقب احد محلاتنا الموجودة خارج المنطقة اللي احنا فيها. أوكي. مع العلم ان تليفوني الان شابك على شبكة 3G. طيب، شبكة 3G هذه بسيطة، يعني ما هي عالية السرعة على قولتهم، بس نقدر نطالع ونسمع. اوريكم الان هذا المكان، انا اقدر احركه. اسف، اقدر اسوي زوم طبعا حق المنطقة هذه. أوكي. بس لان الاتصال تو حدث فالظاهر الارسال انقطع، فلازم نعيد الارسال مرة اخرى. انتوا الوحيدين المتوفر عندكم هيك قطعة؟ والله هذه القطعة حاليا متوفرة عندنا، واحنا الوكلاء حق شركة اوزاكي. الشركة هذه شركة اوزاكي، واحنا نوزع فيها داخل المنطقة بالكويت وايضا الدول المجاورة. وين معرضكم؟ احنا معرضنا في اولمبيا مول الدور الارضي ان شاء الله، وعندنا الاونلاين شركة كافاراتي صار لها 3 سنوات متميزة في مجال الاكسسوارات، ونقدم خدماتنا من خلال الانترنت. ولكن الانترنت حاليا على قولتهم غير كافي لتوفير المنتج بيد العميل على اساس انه يلمسه ويحسه ويجربه، وخصوصا منتج مثل هذا. العميل مرات يعني اذا كانت القطعة غالية في الثمن يبي يتأكد ان سعر المنتج منه فيه، فانت لازم يكون في دايركت كونتاكت بينك وبالعميل. فاحنا لفت انتباهي عم تقول غالية، قديش سعرها؟ هذه سعرها 105 دنانير. مو غالي على راحة الأطفال وسعادة البيت. بالضبط بالضبط، والله ما شاء الله تشتغل معانا ماركتينج، ممكن تبيع حق العملاء. عندنا عملاء للأمانة صعب إقناعها يعني، بس في طبقة كبيرة من عملاء InfoConnect ما شاء الله ثقافتهم عالية، يقدرون المنتج الإلكتروني، فإن شاء الله إحنا نطمح حق عملاء يعني على قولتهم ثقافة إلكترونية عندهم عالية. وشكرا جزيلا على المعرض هذا وعلى المقابلة. مشكور كتير، وإن شاء الله بنشوفك بسنوات قادمة. أهلا وسهلا، حياك الله. هلا.